خلونا نستعرض مع حضراتكم النهارده جوله سريعه عن احوال الطقس. النهارده في ارتفاع في درجات الحراره والطقس هيكون معتدل على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه الغربيه. في النهارده شبوره مائيه الصبح على الطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى والوجه البحري ومدن القناه. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 20، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 25، وأقل درجة حرارة هتكون في كاترين 13 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية طبعا، لكن حبينا نطمنكم على حالة الجو سريعا. وهرجع مرة تانية لبسانتو هدير، وبقى لنا فترة طويلة درجة حرارة ما وصلتش 20 الصبح، فيعني احنا النهاردة الجو هيبقى جميل. احنا حلقة نسائية والجو لطيف وحاجة يعني هايلة. صباح الخير عليكي. صباح الخير يا حبيبي. شكرا ليكي يا دينا. شكرا ليكي.